الحفاظ على صحة الأمعاء وتحسين نمو دجاج اللحم. نظراً لسرعة نمو دجاج اللحم وعدم اكتمال وظيفة الأمعاء أثناء النمو، يمكن للبكتيريا والميكروبات الأخرى أن تتسلل بسهولة إلى حاجز الأمعاء، مما يؤدي إلى إصابة الأمعاء وحتى الجسم بالعدوى. الحفاظ على صحة الأمعاء لدى دجاج اللحم وقدرتها على هضم وامتصاص. المواد الغذائية بشكل سريع وفعال هو تحدٍ كبير. إندوسياس بيوتي يتمتع بقدرة على تعزيز تطور الأمعاء وتعزيز وظيفة مناعة الأمعاء وتنظيم توازن الفلورا البكتيرية في الأمعاء. لذلك يمكن استخدام إندوسياس بيوتي في العلف للمساهمة في الحفاظ على صحة الأمعاء لدى دجاج اللحم وزيادة أدائها في النمو.